مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا وضحى، معاكم ضحى رجاح ومعايا زميلي كريم أنور. إزيك يا كريم؟ إزيك يا ضحى، عاملة إيه؟ عامل إيه؟ في البداية بنرحب بيكم وبننوه إن أستاذ نجاح مش معانا النهاردة، زميلنا وأستاذنا طبعًا. نزلت إنفلونزا كده أثرت على أحواله الصوتية، وإن شاء الله يكون بخير ويكون معانا المرة الجاية. النهاردة بتتم الإعادة من الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب في تقريبًا 10 من محافظات مصر، الصعيد لحد بني سويف كده، وكله بيراهن على مشاركة المرأة في الانتخابات دي. وبمناسبة المرأة يا كريم، بصوا يا جماعة، موضوع المرأة ده كبير قوي، ومهما نعمل عليه حلقات ونروح ونيجي مش هنعرف نلمه في حلقة واحدة. بس مبدئيا ممكن نبتدي على كونسبت واحد، هو ان المرأة حرفيا نص المجتمع، ولو ما كانتش نص المجتمع فهي بتورد وبتربي النص التاني. فالموضوع طويل، ايه رأيك في الموضوع؟ لا هو يعني فعلا، يعني لو حبينا نشوف مدى وقي شعب هو النظر للمرأة، لان هي فعلا بالزبط. لان هي فعلا مسؤولة، هي اكتر الاكثر تاثيرا في الابناء، لان الاب طول اليوم المفروض بيكون شغال، حتى لو الست بتكون شغاله بالزبط. او كده، هي اللي بتتواصل اكتر مع الاطفال، واللي بتاثر في تربيتهم بشكل مباشر. ولو ثقفت رجل فانت ثقفت فرد واحد، لو ثقفت امراه ثقفت عيله كامله، مجتمع كامل. عشان كده بنرحب بالاستاذ غاده محفوظ، باحثه في مجال المراه والطفل. اهلا وسهلا بحضرتك. انا سعيده بوجودي معاك. هنطلع فاصل يا استاذه غاده، نرجع نتكلم عن موضوع المراه والعنف اللي بيدور في زمن الكورونا بشكل متوسع اكتر من كده. انا موجوده وسعيده ان انا موجوده. بنورك. نطلع فاصل ونرجع تاني. الجمال موجود في كل مكان في الطبيعة، والفن جمال بكل أنواعه، وطبعاً في البشر. وعلشان تستمتع بالجمال لازم يكون عندك صحة، أكل سليم، رياضة، وشوية اهتمام. هو ده مفهوم الصحة والجمال. انتظرونا في برنامج الأسرة والمجتمع، ويناقش المشاكل الأسرية، مشكلة العنوسة، مشكلة الطلاق، المشاكل الزوجية، مشاكل الأولاد، ونستضيف كبار المتخصصين لمناقشة هذه المشاكل والقضايا، لنتعرف على حلول جذرية لهذه المشاكل والقضايا لعلاجها والقضاء عليها. كل هذا وأكثر مع فوزية الشرقاوي في برنامج الأسرة والمجتمع، كل خميس الساعة 9 صباحاً، فانتظرونا. رجعنا لكم تاني في برنامج انا وضحى، ومعانا استاذه غاده محفوظ، باحثه في شؤون المراه والطفل. ازيك يا استاذه غاده؟ زي الفل. منور. بدايه كده، حاسه ان المراه خدت الوضع اللي هي تستحقه، او اللي انتم بتسعوا له كمنظمات تهتم بالعمل الانثوي كمجتمع مدني؟ انا شايفه طبعا من 2017 باعلان عام المراه والاجنده الخاصه بتنميه المراه المصريه وحقوقها، انا شايفه ان احنا بنخطو خطوه لحد 2020، خطوه كويسه جدا ومكانات عظيمه جدا، خاصه ان احنا لو بصينا بس نظره بسيطه جدا للحقب الوزاريه، عندي حقب وزاريه حوالي 35%، عندي 66 قاضيه، عندي قاضي منصه، عندي تمثيل نيابي بيمثل 25% سواء شورى او مجالس نيابيه.
نسبة المحليات هتوصل ل 25%. إعلان الرئيس سنة 2019 بالأجندة الوطنية لحماية البنت من الختان وعمل لجنة منظمة لحماية الزواج المبكر للإناث، أعتقد إن إحنا ماشيين في خطوات كويسة جدا تقدمية. يعني على مقياس من 1 لـ10 تطورنا قد إيه في العشر سنين اللي فاتوا؟ لا تطورنا فوق 75%. تمام، ده تطور ملحوظ وحلو. طيب كنت عايزة أعرف منك مفهوم الرجولة بالمفهومها الضيق والواسع في مجتمعنا المصري. أنا ليا جملة حتى لو انتشرت هي بتاعتي، أنا دايما كنت أقول في لقاءاتي الرجولة ليست كناية عن النوع لكنها رؤية وعمق في الحياة. لا تساوي كلمة الرجولة ذكر، لأن هناك سيدات تتميز بمواقف جيدة بميت راجل. أيوة، وتتحمل هذا العيب، والدليل أن أنت عندك السيدات اللي بتعول أسر مصرية وصلت ل 48% من سكان مصر. ودي نسبة ليست هينة أن الست اللي بتتحمل عبء الأسرة وصلت لهذا الأمر. لكن خلينا نتكلم كباحثة مجتمعية خاصة بالمرأة. لو أنا جيت اتكلمت على كلمة الرجولة والتعامل بها داخل كيان الأسرة المصرية والمشاكل الزوجية، الست بتبقى عاملة زي السفنجة بالظبط، بتقعد تمتص غضب الرجل أو التعدي أو ممارسة العنف أو المغالطة أثناء حياتهم الزوجية. وبتتحمل ده لدرجة أن هي ممكن توصل بعد كده للانفجار. طب ليه أنا أوصل هذه السيدة لهذا الأمر؟ لازم يكون في نوع من الثقافة المجتمعية تجاه الرجل والمرأة لفن التعامل ما بين الزوجين، أو أن أنا أبتدي أوعي المجتمع ده من خلال المجتمع المدني على كيف تكون العلاقة الزوجية علاقة سوية، على أساس أن أنا أنت بتقولي جملة حلوة قوي عجبتني، بتقولي إذا أردت أن أعلم أمة فعليا بتعليم المرأة. فأنا لو بشتغل على المرأة يبقى أنا بشتغل على الأسرة، يبقى أنا بشتغل على المجتمع المصري بالزبط. يبقى أنا بشتغل على الأمة العربية. بالضبط، ربنا لما حب يخلق المرأة أو حواء من آدم ما خلقهاش من عظام رجله عشان يدوسها، ما خلقهاش من عظام راسه عشان تتسيطر عليه، هو خلقها من ضلعه علشان تبقى مساوية ليه وقريبة منه. ففي ناس كتير أو رجال كتير عندها مفهوم الرجوله ده مفهوم عضلات اكتر، لو انا ابقى راجل بقوتي وجبروتي وضربي ليها. انا عايزه اقول لك حاجه مهمه جدا. الرجل لا يعي امر مهم جدا، عارفه ايه هو؟ ان السيده لما بيقع عليها هذا العنف مثلا بالضرب، انت ممكن مع مرور الوقت والعلاجات بيختفي الاثر الجسدي، لكن النفسي لا يختفي. وبيبقى في نوع من التراكم من الآثار النفسية التي تؤدي بعد كده إلى أن هي انفجار في المشاكل الأسرية. أنا عايزة أقولك حاجة تانية، أن الناس اللي هم منوطين بأمر تدريب الناس وتفهمهم وزيادة وعيهم في العلاقة الزوجية ما بين الرجل والمرأة ووضع ضوابط داخل الأسرة المصرية على أساس يبقى في حاجة اسمها انضباط مجتمعي. يعني إيه انضباط مجتمعي؟ يعني الأسرة لا تتحمل أكثر من أعبائها النفسية والاجتماعية عشان يكون عندي مخرج. المخرج ده إيه؟ الجيل اللي طالع. ما أنت عندك الطفل لما بيكون كبش في ده، العلاقة زوجية سيئة، ما هو ده القنبلة الموقوتة اللي خارجة. هو الطفل لما بيتعرض للعنف وما بيشوف العنف ممارس ما بين الأب والأم، بالظبط، ايه هي النتيجة؟ يكبر. ايه هي النتيجة اللي انت مستنياها؟ يكبر يعني في طفل غير سوي. عايزين نخصص جزء بالنسبة للطفل اللي بيتعرض للعنف او ان هو بيشوف اثر العنف في البيت بين الأزواج. تمام. بس قبل ما نطلع من نقطة الحقوق قولي. كنت عايز اسال، هل في علاقة بارتفاع نسبة الطلاق بارتفاع نسبة الحقوق اللي اتكلمت عنها؟ قلت ان مثلا ما حصلت خلال 10 سنوات الاخيره على حقوق بنسبة 75%. قوانين تعديل في قوانين الاحوال الشخصية، هل هي والرجل؟ لا يعني تحديدا هل ان القوانين اللي زادت في صالح المرأة هل ده ليه علاقة بارتفاع نسبة الطلاق؟ بص انا عايز اقول لحضرتك حاجة، مش مهم ان انا اكون بسن كل حقبة تشريعية او حقبة برلمانية بتخرج بتشريع معين او تعمل تطوير التشريع ان انا اخرج بعدة قوانين او تعديلات، لكن التعديلات والقوانين لما بتكون مواكبة الاحداث اللي بتحصل في المجتمع هي مفيدة. القانون لما يكون قانون مفعل وله اليات في المجتمع لتفعيله هو ده الهدف، لكن لما يكون عندي قانون لم يحقق الهدف المرجو منه يبقى القانون عقيم ملهوش اي لازمة. علشان كده احنا بنطالب واحنا كده في هذا الامر ان اغلب القوانين اللي بيتم يعني سنها لابد من وجود اليات صريحه وقويه للتنفيذ. هو القصد مش القانون، يعني كنت ممكن السؤال بشكل اخر، يعني قوانين الطلاق هل ده شجع او هل ده يعني سلاح افرطت الموقف استخدامه مثلا؟ انت بتكلم يعني على قانون الخلع؟ ارتفاع نسبة الطلاق؟ لا مش شرط الخلع من قبل لا، ارتفاع نسبة الطلاق ده مش مرتبط بالقانون خالص او وجود قانون خلع. انا بشوف ان الارتفاع نسبة مرتبط بالبطالة.
بالحالة الاقتصادية للأسرة المصرية، بالوعي والتعليم لدى المرأة والرجل، مرتبط بحالات الإدمان اللي منتشرة في كتير من شباب مصر واللي بيؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية ما بين الرجل والمرأة، مرتبط بوجود حالة اقتصادية سيئة. لو حبينا نرتبهم الاقتصاد رقم واحد طبعا، ثم أنا بشوف أن الاقتصاد بيساوي الأمان الاجتماعي. لو ما فيش إدارة مالية أو دخل ثابت لهذه الأسرة، مش بقول تعيش حياة مرفهة ولكن حياة عادية. أبسط الحقوق أن أنا أجد قوت يومي، دي أبسط حقوق الإنسان. أنا مش بتكلم على المرأة على فكرة، الأسرة احنا بنتكلم عن الأسرة كاملة. وبالتالي بيكون قليل خلافات. عارفة في كورونا إيه سبب أكتر المشاكل اللي تفاقمت جوه الأسرة المصرية؟ اكتشفوا بعض الأزواج لما قعدوا مع بعض. لا، أكتر أول سبب مش الاكتشاف. طبعا الاكتشاف ده عامل جوهري، بس انت عارف حالة الركود الاقتصادي اللي بتحصل، وتسريح بعض العمال، وفي ناس دخلها دخل مش شهري، دخل بيشتغل عمل حر او عمالة غير منتظمة. طب مع وجود الفقر وعدم وجود مورد مادي هيحصل ايه؟ هيحصل خلل في نظام الأسرة، وبالتالي تتفجر المشاكل. ده بقى اهم عامل من عوامل الخلافات وممارسه العنف في الفتره اللي احنا بنتكلم. على فكره انا بتفق معاكي يا ناس، وده النقطه، مش بس ان في سيدات طلبت الطلاق بسبب الحاله الاقتصاديه، لكن في ازواج من غير ما السيده تطلب الطلاق تقول لا، يا الست دي ازاي مش شايلاني، ازاي مش مستحمل ظرف زي كده وهو اللي بيطلق. لا، مش فكره ان هي مش شايلاه، انا يمكن كمان احط خطين حوالين ان هي ده ولد نوع من المشاجرات والمشاكل. مع اكتشاف بقى حضرتك بتقول بعض مع المكوس في البيت، ان انا قاعد ال 24 ساعه مفيش في حظر تجوال الفتره الاولانيه، وبالتالي الموضوع بقى صعب على ده مش مبرر لممارسه العنف. لا طبعا مش مبرر نهائي، ولكنه احد المشاكل الجوهريه اللي كانت موجوده في هذه الفتره. طب استاذه غاده، بمناسبه ان كمان يومين بالظبط 25/11 اليوم العالمي او الدولي لقضاء العنف ضد المراه، تمام، ايه هي اشكال العنف ضد المراه؟ لأن في ناس كتير تعرف ان العنف ضرب شتيمه. لا، اشكال العنف اشكال العنف كبيره جدا. لما انا احرم البنت من التعليم انا بعنفها. لما انا اختن البنت وبمشيش بحته ان احنا الختان ده امر خلاص حتى دينيا بقى في تصريح ان هو محرم او مجرم، ده بالنسبه لي نوع من انواع العنف. مش الضرب بس، العنف ان انا احرمها من ميراثها عنف، ان انا استولي على دخلها الشهري ومرتبها ده عنف، ان انا احرمها من زياره ابوها وامها ده عنف، ان انا احرمها من التعليم ده عنف، ان انا اجوزها زواج مبكر ده نوع من العنف، ان انا احرمها من النفقه زي ما قال الريس ده عنف يعاقب عليه في اشكال كثيره. والايذاء البدني مش هو الاساس. طب ما انا كمان عندي ايذاء نفسي. بس يمكن أقوى. الدراسات اللي كنا بنعملها والدراسات اللي بتتعمل في مجلس الوزراء والدراسات اللي بتتعمل في المجالس القومي للمراه ما كانتش دايما بتدوس على حته الايذاء النفسي، كان اهم حاجه عندها الايذاء البدني على اساس ان يبقى بقى في محضر وفي اثبات للضرب وعلاج فوق ال 21 يوم وندخل في قضيه. لكن النفسي النفسي بيكون صعب اثباته، ما بنقدرش ان احنا انا قلت لك هي لو اتضربت هتتعالج هتبقى كويسه، لكن انت نفسيا هتسيب اثر وهتنفجر في اول مشكله. اول مشكله انا ليا صديقه، وبمناسبه ما احنا على الهوا بدون ذكر طبعا اسماء، زوجها راجل محترم طبيب وهي طبيبه، تمام، وما بيحصلش بينهم مشاجرات، ومره حصل بينهم مشاجره فضربها، ضربها علقه سخنه. هي مش قادره تنسى ان هي ضربت العلقه دي، فراحت وهي بتحكي معانا ومع اكتر من حد يعني معني بقضايا المراه ومعني بثقافه المراه وحقوقها. قالت انا هطلب الطلاق. هو شايف ان ده حاجه دي مره لكن هي قالت له جمله مهمه جدا، انت ما كسرتش دراعي، كسرت نفسي. انت كسرت نفسيتي، انت كسرت كرامتي وكسرت نفسي قدام نفسي. انا حزينه ان انت عملت فيا كده، انت سهل ان انت تنسى، لكن الحاجز اللي حصل ما بيني وبينك، اللي انكسر بيني وبينك، لا يمكن انا انساه. وخدت الطلاق وخلعته. ويعني الفكره ان انت متصور ان المراه بتنسى الاذى النفسي والبدني اللي بيقع عليها، زي ما انت انسان هي انسانه. هل يقبل الرجل ان ست تمد ايديها عليه لو كان هو رجل مثلا قواه البدنيه مش قويه، ومثلا في ست قويه ومفتريه؟ لا طبعا. عايز اسالك سؤال، هل يرضى ان هو ست تمد؟ لا طبعا. هل وصلتي اي حاله زي كده؟ يعني كان في 152 حاله السنه اللي فاتت راحوا النيابه. ما انت عارف، ما دي نقطه تفكرتيني بقى على حسب كنا بنتكلم فيها. النقطه دي اللي هو هل هو هيرضى، فكره الرجوله نفسها بانه انا راجل وانت ست، هل انت شايفه انه الموضوع ده بيطبق من وهو صغير من التربيه؟ اساس مجتمعي. انا بكره جدا الست اللي تقول ايه
انت ولد، الولد ما يعيطش. لا الولد يعيط يا فندم، الولد بني ادم، افرض حصل له شيء وصله للبكاء هل ده عيب؟ الراجل ما بيعيطش. الست تدي مصروف للولد اكبر وتقول ايه اصل ربنا قال للذكر حظ الميراث، ده في الميراث يا فندم، هو ميراث؟ لا ده مصروف. الحريه اكبر عشان انت ولد، المجتمع مش هيكلمك، البنت قفل عليها. انا شايفه ان هي انسانه وهو انسان بالظبط، تمام. انا بشوف كوادر بنات وستات بيوصلوا لدرجات علميه ومكانات وظيفيه وليهم تاثير في المجتمع، وسيدات ناجحه ربات بيوت، بس بيخرج لنا مخرج مهم جدا وهو ان هي تخرج ولد متعلم ولد فطن. لازم تقدري هذه السيده، لازم تقدري. الست عندها صبر اكتر على الشغل على فكره، ده بيفرق في الكفاءه. وفي مواضع صنع القرار بحب اثبت نفسي قوي، يعني الست، يعني انا بتكلم على الست، يعني تحب تثبت لحضرتك ان هي ما بقت مديره، هي مديره قويه جدا وهي ما عندهاش تهاون، وهي ست ماشيه بالقانون وماشيه بالروتين وماشيه بكل حاجه. يعني ست دايما لما بتتحط في مواضع صنع القرار تحب تثبت ذاتها. بمناسبه الروتين، في ناس جدا بتخاف لما تدخل مصلحه حكوميه تقع في ايد واحده ست، بتحس ان انا ضيعت خلاص كده، بتمشي بالقانون بحذافيره بالظبط، بتشيل العاطفه خالص بس بتشيلها بزياده في الموضوع. ما عندهاش ليه؟ عشان هي عايزه تثبت للمجتمع ان هي قادره. عشان كده انا عملت على فكره مبادره اسمها انت صانعه القرار، وده كان هدفها ايه؟ ان احنا ندعم كل صناعة قرار في حياتها، المديرة والمهندسة والطبيبة واستاذة الجامعة والمحامية، مادام انت نموذج حلو احنا سبورت ليكي، عايزين نشوف محامية احسن واحسن، عايزين نشوف طبيبات كتيرة، عايزين نشوف اعلاميات حلوين، عايزين نشوف الناس النماذج الحلوة، لازم تدعمها مجتمعيا. اعتقد ان ده بيرفع شأن المجتمع. ولما يكون عندي كوادر كتيرة شابات وشباب، انا مش بدعي بس ان الكوادر تكون شابات، لا طبعا وشباب، لازم ندعم ذلك علشان يبقى عندنا جيل كويس، عشان يبقى عندي تمثيل برلماني كويس، عشان يبقى عندي كوادر تتقلد مواضع صنع القرار وحقب وزارية، وهيبقى عندي وكيل نيابة ووكيلة نيابة وقاضي وقاضية، نماذج مشرفة. انت بتبني الدولة المصرية، فانت محتاجة لعناصر قوية لبناء الدولة المصرية. بمناسبة التمثيل السياسي، لو كانت المرأة خدت حقوقها واتكلمنا عن حقائق وزارية، هل الناس عندها الجراءة او الثقة انها تدي صوتها لست قصاد راجل وينجح؟ لما قلت لي المرأة خدت حقها وصلت لفين، قلت لكم 75%. ناقص الشارع. ليه؟ ناقص الشارع. عشان الشارع. ليه؟ لأن لحد دلوقتي الست ما بتاخدش القوة أو الدفع من الشارع المصري نفسه تجاهها في التمثيل النيابي، عشان كده دايما تلاقي الستات إما بالتعيين أو في موجودين في القايمة، على أساس إن القايمة لو نجحت هي العنصر ده هينجح، لكن الستات اللي بتنزل بشكل فردي فرصتها ما بتكونش قوية جدا. وفي حاجة مهمة جدا لازم نقولها بمناسبة العنف والتمثيل النيابي، الست أغلب الستات اللي بيمارس معاهم العنف ويستمر هم قابلات لهذا العنف، يعني هي راضية. راضية. كنت لسه هسألك على الموضوع ده. اتفضلي. هي دايما الست بتبقى راضية بالعنف، تقول عشان اكمل عشان مع جوزي عشان مع عيالي، ساعات كمان بتتعرض من العنف لستات تانيين تقول لها ما تكملي عشان حياتك، انت جت على الضربة دي عديها عشان البيت يمشي، عديها، ما احنا ياما اتضربنا ياما سكتنا، انت فارق عننا ايه؟ فكرة الانتقاد بين ست وست ده انا حرفيا مش مستوعباه، يعني انت المفروض ست زيها كنت في موقف نفس الموقف معاها، يعني المفروض انت حاسه بيها اكتر من اي حد تاني. هو انا معاكي ومش معاكي في ايه؟ يعني احيانا بيكون في نوعيه من الستات دي، واحيانا بيكون في نوعيه بتخرب البيوت، يعني مش بتخرب البيوت. طب هي بتضرب في البيت، قول لها ازاي زعقلك؟ لا لازم تطلقي. دي نوعيه. هي ضربت امبارح اصلا. وفي نوعيه بتفهم وفي نفس الوقت بتوجه. ما هو ده بقى المجتمع المدني، هو ده الوعي المجتمعي، ده الشعب والمبادئ الصغيره. عارفه ايه؟ ان انت تنصحي اللي قدامك بس بشكل اكاديمي، يعني خدي حقك بس ما الموضوع ما يتفاقمش لدرجه انفجار الاسره. حفظا لماء وجه الابناء، لان انا دايما بقول ان الاولاد هم كبش الفداء لحالات الطلاق والمشاجرات والعنف اللي ده. الحاجه الثانيه بقى بمناسبه الست اللي ما بتدعمش الست، هو فعلا من اهم يعني عدم المشاركه المراه السياسيه في التمثيل نفسه، هو ان الست ما بتدعمش الست اللي زيها، رغم انه مفروض ان الست تدعم الست عشان يبقى ليكي ممثل قوي في التمثيل النيابي او في مجلس الشورى. هل شايفه لازم الكوتا ترجع تاني في البرلمان؟ ما هو كده في كوتا، هو احنا لا مش بدون بدون القوائم، يعني ممكن يكون في عدد معين حتى للمستقلات انها تدخل، العدد يسمح للمستقلات انها تدخل بدون قائمه؟ ما احنا كده 25% يعني كوتا، مش 25% في النهايه تبقى كده. يعني يبقى كوت. بس الفكرة ان انا عايزة اقول لحضرتك حاجة، بعد ثورة 30 يونيو المجتمع لازم يفرز كوادر سياسية قوية مع التطور. انت بتحارب ارهاب وبتبني دولة، والدولة مش بتتبني بشق واحد بس، الدولة بتتبني بناء اقتصادي وبناء اجتماعي وبناء سياسي.
والسياسي هو اخر افراز، لان انت لو عشت حياه اقتصاديه كويسه هتعيش حياه اجتماعيه جيده، هيبقى عندك مخرج، المخرج ده بيمثل الشعب، ليس واصي على الشعب ولكنه افراز من المجتمع. بمناسبه الارهاب اتفضل. هننتقل شويه للطفل. اتفضل. شايفه ان لاي مدى ان ممكن الطفل يتاثر باللي حواليه، سواء من يعني بدايه من السوشيال ميديا، الالعاب اللي بابجي مثلا، ازاي ده ممكن يحوله لحد ان هو يتعاطف مع الارهاب؟ هو انا هنتظر من طفل بيلعب بابجي هدفه ان انا اقتل واحد؟ يعني هي في النهايه ان حد هيقتل حد، يعني هتستنى منه ايه؟ انا مش ضد خالص الانفتاح على العالم، ولا ضد السوشيال ميديا، ولا ضد ان الولاد تتواصل. يعني انا فرحانه جدا بالاوبن بوك بتاع الاطفال، فرحانه جدا ان في حاجه في جوجل اسمها البحث الصوتي. يعني مثلا هو عايز يتفرج على فيلم نيمو، فما هو مش بيعرف يكتب ولسه 4 سنين مثلا، فيقول نيمو فيطلع له. لكن في نفس الوقت ممكن يكون في مخرج اخر. نعمل ايه؟ طب ممكن نقول هنعمل ايه بعد الفاصل؟ طيب نطلع فاصل ونرجع تاني. الله ينور. الله يخليك. طولنا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا استاذه غاده محفوظ، باحثه في شؤون المراه والطفل. اهلا بيكي تاني. على فكره مبسوطه جدا باللقاء. احنا مبسوطين جدا. يعني اما بلاقي شباب متنور واعي للامر ومدركه، يعني زي ما بيقولوا كده ادراك الامر اهم من معرفته، ببقى سعيده. ربنا يخليك يا رب. حضرتك شايف الفتره الاخيره ثقافه التعدد عند الست اتغيرت شويه؟ يعني كان في مجموعه من الستات طلعت بتدعو يا جماعه ما التعدد كويس، و ما شاء الله في واحده جايه اتصورت مع يعني هي وجوزها وبتخطب له. ومتصورين مع بعض. طب انتوا عارفين ان في صفحات على الفيسبوك معموله مخصوص زي الخطبه بتاعت زمان، اللي ممكن يكون زوج مثلا عايز، يعني بتقول لك الاعلان بيبقى ان الزوج ده عنده امكانيه ماديه ياخد زوجه تاني. هو الاساس. احنا اتفقنا في البيان هو بسبب الطلاق فهو الاصل. وبعدين بقى مع احترامي الشديد، يعني في الفتره بتاعت الاخوان المسلمين كان في صفحات كتيره جدا تدعو لان الرجل يعني ايه يتجوز 4، لان ده شرع الله. هي يعني لغايه السنه اللي فاتت كانت موجوده على الفيسبوك صفحات وهاشتاجات كتيره جدا. بقول لك صفحات الخطبه بقت موجوده كتير. انا افرح بصفحات الخطبه دي اللي تقضي على العنوسه وتجيب زوج مناسب، لكن تهد كيان اسره بحجه ان هو هيعدل او ان مش هيعدل. يعني الموضوع ده انا مش موافقه عليه نهائي، ويمكن طرحه بالنسبه لي طرح مش بيعجبني، لان انا شايفه ان اعباء الحياه مش ممكن دلوقتي في الحاله اللي احنا عايشينها ان احنا نقدر نقوم ببيتين زي ما بيقولوا. يعني احنا محتاجين نعلم، محتاجين نربي، محتاجين نخلي ولادنا تلعب رياضه، وجودنا في بيت واحد عشان نطلعه سليم، عشان نركز. وان خفتم الا تعدلوا فواحد. فواحد. انت طبعا فرحان بموضوع الاربعه. وان خفتم، انا بقول لك وان خفتم. انت خايف من الاول. وان خفتم. احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الاطفال بالاطفال وقد ايه بيتاثروا بمشاكل العنف، وقد ايه ساعات الزوج والزوجه والاب والام من غير قصدهم يدخلوهم في مشاكلهم، يقول لهم طب تعالى افصل بيني وبين ماما، ولو وقفت مع ماما يبقى انت ابن امك، ولو وقفت مع بابا يبقى انت ابن ابوك. فالطفل بيبقى في حيران في دماغه، اللي هو اعمل ايه؟ طب اقول الحق ولا هم هيزعلوا؟ طب واحد دخول الطفل في المعركه اللي موجوده في المنزل ده ازمه. بالظبط. ده بيقول كده عنوان عدم فطنه الاب والام بمجريات الامور. ده بتحوله لايه يا غاده؟ لا دول كارثه. يعني البنت اللي شافت كده وهي صغيره هتطلع حضرتك عرفت البنت اللي هربت من البيت في اسكندريه؟ في اسكندريه. هي هربت ليه؟ عشان بتتضرب؟ بس عندها هيستوري، عندها مشاكل جوه البيت الاسره. الواحد يعني تقصف الموضوع قوي، عندها اصلا مشاكل البيت اصلا ممارس فيه العنف.
بين بقى الرجل والمراه، بينها هي وابوها وامها. الصوره كانت راجعه فعلا مش بتحضنهم ومش عايزه ترجع. عارف ليه؟ عشان هي خايفه. احب بقى القي نظره على امر ربما يكون غير معروف لدى الكثير. وزاره التضامن الاجتماعي عامله حاجه اسمها دور الاستضافه، وهي ملهاش علاقه نهائي بالاصلاحيه. يعني مش مثلا الناس تقول ايه دي اصلاحيه، وده مش معناها ان كل الناس تروح سايبه عيالها عشان بيمارس العنف. ليها معايير معينه بالظبط. في حاجه بحترمها جدا، بحترمها جدا في القضايا، هم امرين. واحد القانون. يعني النائب العام، انا كنت اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان النائب العام يعني ما يوديش البنت ويضعها في دور استضافه لدوره التضامن الاجتماعي. الحاجه الثانيه المجتمع. انا دايما براهن على الوعي المجتمعي. لو في وعي مجتمعي للقضايا دي، وان الاب والام دول يعاد تاهيلهم هم نفسهم، يصدر امر باعاده تاهيلهم من خلال المتخصصين. ما ينفعش ياخد المجني عليه ان انا اعزله، يعني اعزله. لا انا مش قصدي كده، دول لازم يؤهلوا. عشان كده لما سنوا حاجه قالوا لازم كل شاب وشابه مقبلين على الزواج لازم اشوفهم صحيا ينفعوا يتجوزوا ولا لا. صحة انا نفسياً. بقى بقول لك نفسيا. نفسيا صحه نفسيه اهم نفسيا. والكشف عن المخدرات قبل الزواج، لان كتير جدا من البنات اللي بتلجأ لنا كمعنفات او عندهم مشاكل بعد الزواج تقول لك اكتشفت ان هو مدمن مخدرات، اكتشفت ان هو بيحرمني من حقوقي الزوجيه بسبب ضعف. ناس كثيره بتطلع بعد شهر بسبب المواد المخدره اللي الولاد بياخدوها. علشان كده انا دايما بقول لكم انا براهن على الوعي المجتمعي. لو في فتنه مجتمعيه ولو في وعي مجتمعي انا هقدر اغير المجتمع. لازم اغير المجتمع، مش من خلال بس القوانين، من خلال تطبيق القوانين والوعي المجتمعي. عشان كده دايما بنادي بالمؤسسات، بالمجلس القومي للمرأة. انا عارفه ان هم ليهم دور منوط بيه، بس لازم يكون في دفعه اقوى. لان احنا بقينا منفتحين على العالم، بقينا عارفين كل حاجه، بقينا بنقدر نوصل. يعني دلوقتي انت لو عندك ابن غبي، ابن بيمارس السرقه مثلا، واحده قالت لي هي كتبت كيف اتعامل مع الطفل الحرام، كتبت كده على الجوجل وطلع لها ان هي تتعامل معه وتعمل معه اختبارات كذا وكذا. احنا بقينا منفتحين. فانت مش عارفه اقري، انت مش عارفه ابحثي. وده دور الاعلام. دور الاعلام لازم يوعي الناس. ما تبقاش البرامج بس فقط هي برامج حواريه وبرامج توك شو وبرامج خلافات، لا، لازم يبقى في برامج نشرح فيها ونوعي فيها الناس، لان المجتمع محتاج هذه الصحوه المجتمعيه. بمناسبة الإعلام، إحنا قبل الفاصل معلش لما رجعنا دخلنا في نقطة تانية، فكرة الإعلام وقد إيه بيأثر على الطفل. الأفلام والمسلسلات والبرامج اللي بتعنف، وطبعا بيتابعوا حد معين بعينه عشان هو مثلهم الأعلى، فهو طول الوقت في المسلسلات مثلا تاجر مخدرات، بلطجي بيمسك السكينة والمطوة، طب ما هو طبيعي الطفل هيتمثل بيه، فالمفروض نعمل إيه في الحالات دي؟ والله في مشكلة كبيرة جدا، هي سلطة رأس المال في الأعمال الفنية. لو مش عاجبك اقلب التلفزيون. هيرد عليك يقول لك لو مش عاجبك. عايزه اسالكم سؤال وردوا عليا فيه. ايه هو؟ منسي والمسلسلات. مسلسل طبعا الاختيار. اثرت ازاي؟ اثرت جدا. اثرت بحاجات ايجابي ولا سلبي؟ كان في فيديو معروض لاطفال بيلعبوا لعبه ان ده المنسي وده فلان وده فلان. شفت الولاد لما كانوا بيلبسوا لبس الجيش وبيمثل لنفسه؟ ده معناه ايه؟ بيعمل ايه للطفل؟ بيعمل ايه للطفل؟ بياكد هويته الوطنيه. بيغرز الشعور الداخلي ناحيه مصريته، وان مصر وطننا، وان انا دافع عنها، وان انا احب غيري والجهاد. انتوا عارفين الاخوان اما لعبوا اللعبه القذره، ان لما خلوا الاطفال يمسكوا اكفانهم ايام رابعه وهزوا العالم بالصوره دي، ده ليه؟ عشان عارفين الطفل هو بيتاجر بالطفل. بيتاجر بيه، قنبله موقوته وبيتاجر بيه. احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ان احنا برضو شويه في الافلام اللي هي كمنتجين بقى بيعرفوا يعني معنى ده بيجيب فلوس للاسف. طب ما منسي ما يعني منسي المسلسل بتاعه كان ليه نجاح كبير جدا. احنا ليه ما نعملش كده؟ هل انت شايف زي ما اتعمل في ليه برامج صغيره تتبع وزاره الثقافه تعريفيه؟ فاكره كلمه اتحاد الاذاعه والتلفزيون اللي كانت بتجيب مسلسلات جميله ونتفرج على ابو العيله البشري وضمير ابله حكمه اللي بيورينا صوره المدرسي احنا احنا محتاجين ده. مش عيب على فكره البرامج، انا مش بقول كل البرامج تبقى لازم نعمل لازم نوعي. على فكره التوعيه المباشره ساعات ما بتجيبش نتيجه، احنا ممكن نجيبها بطريقه غير مباشره. الافلام الصغننه حتى على السوشيال ميديا، ما بتيجي تجيبي مثلا تربيه الابناء بتلاقي فيديو كده صغنن زي البرومو كده الصغير بيكلمك على
ازاي مثلا ادبيات البيت، نذاكر ازاي، تتعاملي مع الطفل العنيف ازاي، وهكذا. وزاره الثقافه تشتغل، وزاره الاعلام تشتغل، يعملوا دايما تسليط على مش قضايا بتعمل فرقعه في الشارع، لا، يعملوا تسليط على الحاجه. يعني نموذج الاعلام اللي بيجيب لك ست فقدت مورد مادي او تعرضت للفقر فتحولت رذيله، بقت فكره مرسخه ببعض الافلام. في ست غيرها تعرضت للفقر فبتكافح يعني. وبتكافح وبتربي ولاد وبتبقى ام السلاوي وبتتقرب. بنبرز دي وبنغفل دي. احنا ليه بنبرز دي وبنغفل دي؟ برافو عليك، الجمله دي حلوه. فعلا. فعلا. الست اللي بينتشر فعلا الوحش مش الكويس. وليه ما يجي لك ابنك يقول لك طب ما انا ليه اتعلم؟ طب ما انا ابقى تاجر سلاح. تاجر سلاح ازاي؟ محمد رمضان بقى تاجر سلاح معاه فلوس كتيره جدا. في ناس، في منتجين كتير متابعين فكره ان انا ببرز الاشياء السيئه في المجتمع علشان نصلحها، بس هي ما تصلحش. في النهايه بتحاول مثلا اعلى ويروح يتصور مع واحد مش عارف من دوله ايه. طبعا. طبعا فكره مثلا الام البديله اللي انتشرت جدا على السوشيال ميديا. انا بشوف ان كلمه الام البديله زي بالظبط البحث عن وطن بديل، عشان كده ارفضها تماما من المجتمع المصري. احنا مش دوله اجنبيه، احنا دوله ليها اصل عرقي وليها ديانات ديني. مسيحيه ومسلمه، والاثنين بيلتزموا بتعاليم الدين وبيلتزموا بالاصول والتقاليد اللي بتمر بها الاسره المصريه. عشان كده ظهرت دعوات بكلمه الام البديله، طبعا ظهرت في بعض المسلسلات. فطبعا الناس والازهر بيان وكده ان ده ما ينفعش في مصر. وانا بشوف ان كلمه الام البديله، تاني اكررها، ان هي لو انت هتبحثي عن ام بديله ترعاكي يبقى ابحثي عن وطن اخر، عشان كده الفكره مرفوضه. طبعا كملي. لا والله ابدا. حضرتك شايفه التجربه اللي عملها نقيب مهنه موسيقيه الفنان هاني شاكر، ان هو منع الاصوات غير الجيده، راجل محترم. هل ده ممكن بقى يتطبق في نقابه المهن التمثيليه، ان هم برضه يكون ليهم رقابه على المحتوى اللي بيتقدم؟ فاكر دريه شرف الدين؟ طبعا. مش كانت ماسكه المصنفات الفنيه وكانت ماسكه الرقابه على المصنفات الفنيه، وكان في افلام جدا من ضمنها فيلم مشهور جدا اسمه النوم في العسل. وقالت ان الفكره ماخوذه من ان قهر الرجل وصل لهذه الدرجه من الاحباط. لكن في نفس الوقت ما كانت رافضه جدا الفكره، بتقول لك ممكن التناول بشكل اخر. فين ده؟ احنا برضه مش عايزين نوصل لحد الرقابه اللي هي السقف اللي هو يقتل الفن، لكن عايزين هو يعني كدا. المحتوى ان صالح او غير صالح، يعني صالح للمجتمع او غير صالح، او على الاقل يودي. انا شايفه ده بقى المفروض يبقى اتجاه الدوله. يعني يا زي ما احنا بنتكلم النقابه في الاساس، يعني النقابه الدوله عندها حاجات اهم تتفرغ لها، مش معقوله. بس ده خد بالك، انا عايز اقول لك حاجه. موضوع الطفل والمجتمع وانتشار اشياء سيئه فيه، ده امر مهم جدا. انت بتبني جيل، زي ما كانوا بيتكلموا على قانون الاستضافه، ويقول لك الطفل ده بيبقى منزوع ما بين اب وام. بالظبط. تمام. انت ناسي ان اللي تعرض للقهر وشاف الضرب وشاف الحرمان، هو ده الطفل اللي انت هتبني بيه بعد كده مستقبل. وعنده كام سنه دلوقتي؟ كله تحت 18 سنه. بمجرد ما يوصل ل 18 سنه هبقى قنبله موقوته. علم وربي وامنح ووعي واثقل هذه التوعيه. دخل المدارس السلوكيه جوه، يعني في الامارات مدخلين حاجه اسمها المدرسه السلوكيه. ايه المدرسه السلوكيه دي؟ مدرسه جوه مدرسه. ارصد السلبي وانشر الايجابي. تعديل سلوكيات جوه المدرسه. اعمل حاجات توعويه جوه التلفزيون المصري، الفضائيه، القنوات. اعمل حجر على القنوات الفضائيه وقول لهم ان في مثلا قانون علشان تمارس 1 2 3 لازم يبقى عندك برامج توعويه، ويبقى عندك. ده مش عيب، ده موجود في الامارات وتونس وقطر. بس مالناش دعوه بموضوع قطر، عشان دول فئه اخرى، موجود في البحرين. تمام. طب هو ليه مش بيبقى فيه زي مسؤولين اجتماعيين من وزارة التضامن الاجتماعي بتراجع الأسر مثلا اللي تبلغ مرة فيها أو مرتين إنه في عنف، فتيجي تراجع على الطفل وتشوف البيئة اللي هو عايش فيها عاملة إزاي، تشوف هتتصرف معاهم إزاي؟ أنت عندك حاجة أقوى من التضامن الاجتماعي، أنت عندك وزارة الداخلية. أصلا في مراكز رصد للعنف ضد المرأة المصرية بوزارة الداخلية. هل ده مفعل؟ مش مفعل بشكل كبير. بالظبط. عشان كده أنا بقول لك، أنت عارف هو لو مفعل كويس هتلاقي الناس بتخاف. عارف لو عملنا في كل محافظة 20-30 حالة، الناس هتخاف من رصد العنف ده، وهتخاف من الإبلاغ عن المعنف والواقع عليه هذا العنف. علشان كده بقى احنا نقول ايه؟ احنا محتاجين ان مراكز رصد العنف ضد المرأة المصرية والخط الساخن يفعل بشكل جيد. الحاجة الثانية، الناس المسؤولين عن التسوية الأسرية في وزارة التضامن الاجتماعي يقوموا بدورهم الإيجابي في الإبلاغ على أي عنف يمارس خلال الزيارة اللي بتكون ما بين الأب وابنه في وقت الرؤية أو الاستضافة. عارفة لو ده فاعل وكان فيه
مردود أمني أو حاجة تعمل ضوابط للموضوع، هتلاقي الناس عملت تراجع وفكرت ألف مرة قبل ما تقوم بالعنف الممارس مع الطفل أو الأم. طب أستاذة غادة، الصحة النفسية في مصر مش عايزة أقول مش معترف بيها، لأن هي الفترة الأخيرة بدأت تظهر شوية. الصحة النفسية بالنسبة للمرأة أو الرجل أو الطفل، ليه مش مفعلينها في مصر قوي؟ يعني الناس تقول لك تروح لدكتور نفساني أنت مجنون، ما أنت كويس وعائلة، ولا تروح ليه؟ والله أنا برضه برجع أقول لك دي فروق فردية. في ناس عندها القدرة إن هي تروح عند طبيب نفسي وتتعالج وتشرح وتتكلم، وعلم التنمية البشرية والكورسات وتنمية الذات والحاجات دي الناس بقت مهتمة بيها جدا، وبيقروا لإبراهيم الفقي وبيعرفوا يعني إيه إزاي تطور نفسك بنفسك. لكن الفكرة ان احنا عندنا موروث، الموروث ده بالنسبه للمشاكل انها تنتشر وتبقى في حيز المعرفه المجتمعيه عيب. يعني ممكن واحده تسكت عن حقها علشان ما حدش يعرف عنها. معلش هقطعك ثانيه، تقريبا معانا مكالمه هاتفيه. محمد من المنصوره. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا محمد؟ لا معوض معلش. الكلام الدكتوره اللي قاعده فعلا كلام ممتاز، والبرنامج كله كلام ممتاز، بس احنا بناخد الزواج بطريقه زي يعني بطريقه عاطفيه. يعني المفروض يتكتب في اسيبه الجواز الزوج عليها اعمال ايه والزوج له اعمال ايه، ويفضلوا مثلا سنتين من غير الخلف على اساس ان يبقى يجربوا بعض سنتين. بالزبط. كل واحد فيهم يقوم باعمال معينه في البيت، والزوج يقوم باعمال معينه في البيت، ومع برضه المشاركه في المصاريف الماديه. استاذ معوض، بس هو كده فين التفاهم؟ يعني احنا فين التفاهم لما اللي هيضمن حياتنا هو تقسيمه الجواز؟ كل هذه الشروط، ويبقى من ضمن الشروط مثلا ان هم يفضلوا سنتين من غير يعني ممتنعين عن الخلف، يعني عن الانجاب. ده تفكير حديث بالطريقه دي، تبقى عندهم زي خدوا كورس كده في الجواز لمده سنتين. بعد السنتين اذا كانوا ناجحين ومتقبلين بعض على هذا الوضع، الزوجه بتعمل ايه والزوج بيعمل ايه، وده مسؤوليته ايه وده مسؤوليته ايه، متفق مع النص الثاني من الاختلاف. قبل ما يوصلوا للمشاكل مع الاولاد. بالظبط. يبقى في فتره عدم الانجاب لمده سنتين بعد عقد الزواج او بعد الدخول. وفي الحاله دي تبقى مكتوبه في قسيمه الجواز. احنا بناخد قسيمه الجواز، والجواز على اساس ان هو شهر عسل، وبعد كده المشاكل بقى بعد شهر العسل مثلا 20 سنه، عشان لو في طلاق يبقى بقى الخسائر، يعني ما يبقاش الاطفال هم الثمن. فالمفروض ان يبقى في قسيمه الجواز الزوجه مسؤوله، الزوج مسؤول منه ايه والزوجه مسؤوله منه ايه. تمام. وعليهن مثل الذي لهن. فهم. وهو برضو نفس الوضع، له عليها حق معين، وهي ليها حق معين. وتفضل مده الزواج لمده سنتين بدون انجاب، يتعلموا مع بعض يشوفوا هينجحوا ولا مش هينجحوا. انا مبسوطه جدا، انما مش من اول يوم يبقى فيه انجاب وفي شهر العسل وبعد كده المشاكل، وتبقى المشاكل بقى بعد ما كانت مشكله بين الزوج والزوجه، لا تبقى مشكله بين الزوج والزوجه والاولاد. فيا ريت الحاجات دي الدكتوره اللي موجوده، انا بالتالي ممكن تعمل اقتراح في مجلس الشيوخ او مجلس النواب ان شاء الله بوضع هذه الشروط في قسيمه الجواز. ما تبقاش قسيمه الجواز اللي هي المعتاده اللي بقى لها الاف السنين وخلاص، ان هما الاثنين بس بيتجوزوا علشان شهر العسل وبعد كده بقى لسه ما عرفوش بعض. لا، يبقى في فتره شرط في قسيمه الجواز لمده سنتين، يفضلوا بدون انجاب لمده سنتين. اقتراح عظيم جدا يا استاذ معوض. في المشاكل. ايوه، اقتراح عظيم جدا فعلا. انا مبسوطه بالاقتراح ده منك جدا على فكره. اقتراح، بس المشكله بقى هنرجع للدكتوره غاده هنشوف ده ممكن يتطبق ازاي. والاستاذه غاده قالت كل يعني ما سابتش حاجه في الحياه الزوجيه، ما شاء الله عليها، ما شاء الله ما شاء الله. بس يا ريت هي تعمل اقتراح بهذا الوضع، ان هي يبقى في قسيمه الجواز شروط للزوج وشروط للزوجه، وده مش عيبه. طب هناخد ورد استاذه غاده. عقد يعني ميثاق غليظ، يعني عقد بين الزوج والزوجه، هي مسؤوله عن اشياء وهو مسؤول برضه عن اشياء في البيت داخل البيت. تمام يا استاذ معوض. في شرط. نعم.
تمام وصلت الفكره. وصلت الفكره. هناخد وقت استاذه غاده ترد عليك. بص اولا انا هرد عليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطافكم فان العرق دساس. وده في البدايه الاختيار. ان انت تحسن الاختيار وتنظر الاصل الطيب وتنظر الاسره السويه علشان تعرف تدخل انسان في حياتك وفي اسرتك، سواء يتجوز بنتك او تجوز ابنك، يعني ده امر مهم جدا. دايما بيتكلموا لما بيتكلموا على النشاط الاقتصادي في مصر او بيتكلموا على الحاله الاقتصاديه يقول لك تاهيل الشباب لسوق العمل. انا عايزه تاهيل الشباب الاجتماعي للزواج. في مبادره اسمها موده معموله على مستوى الوطن العربي بتاهل الشباب للزواج وازاي يتعاملوا مع وزاره التضامن الاجتماعي. وعلى فكره مواده قويه جدا. بس في ناس كتيره مش عارفه، يمكن علشان الاعلان عنها ضعيف بالشكل ده على الانترنت بس. هي دي بقى المشكله. عارفه ايه هي؟ ان احنا ما بنبقاش عارفين. الحاجه الثالثه بقى حته سن، ده تشريع على فكره. ده تشريع، يعني لازم موافقه. هل في اليه للتطبيق؟ يعني هل لو مثلا لو في خلال السنتين دول حد انجب هياخد الطفل ولا هيزنوه ولا ايه؟ دايما الطرح حول قانون جديد بيكون حالم من خلال يعني اذا كان يتوافق مع الشريعه الاسلاميه ومع المجتمع ومع هيبقى في معايير معينه. ليه معايير معينه مش احنا اللي هنقولها طبعا، الاساتذه القانونيين والازهر. ليه عندما بتعمل قانون جديد لازم الازهر والكنيسه يكون ليهم دور في حته انا اعتقد يعني ان رأي ديني ما حدش هيمانع، لان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. طبعا ان احنا شايفين ان المجتمع بيتضرر اكتر والاطفال بتدفع ثمن اخطاء مش اخطائهم، ده ممكن يكون من باب درء المفاسد. هي الفكره انه مجتمعيا يقبلوا ده، لانه دايما احنا عارفين انت هنفرح بيكي امتى يلا نتجوز. يعني لما في نائبه طرحت ان احنا نقلل سن الزواج علشان كده في بنات بياخدوا شهادات من المستشفيات الحكوميه بتسننهم وبعد ويتجوزوا عرفي، وبعد ما بيتجوزوا بسنتين. هل ده لسه موجود موضوع التسنين؟ طبعا موجود في كل المستشفيات العامه اللي موجوده في مصر، وده يمكن من الحاجات اللي انا اتكلمت فيها وكتبت فيها مقالتين، ان انا ارفض تماما امرين، العقوبه بتاعه الولد اللي هو اقل من 18 سنه ان هي تنزل ل 15 سنه، انا طبعا ممانعه تماما، هو طفل حتى 18 سنه ويطبق عليه قانون الطفل مهما كانت مساوئه ومهما كانت تربيته. وخاصه انت عارف الحادثه الاخرانيه اللي هي بتاعه ابن القاضي اللي وجدت ناس عامله هاشتاج، طبعا احنا دلوقتي بقينا متفننين في الهاشتاج. بالزبط. انا عملت مقاله اسمها تنمر تاتش هاشتاج واعمل بقى تنمر على حاله مجتمعيه ومعاقبه الاب. ايوه، اهل الاب واهل الابن. شوف الولد ايه اللي حالته النفسيه وصلت لايه، وليه وصلت حالته النفسيه لذلك، وهل هو مدمن ولا مش مدمن، ولا هو كان معرض لبرشام هلاوس ولا هل دي شخصيته وانت وهو محتاج تعيل. عالج. طب احنا ما بناخدش المشكله يا ضحى من اساسها. بل بالعكس، احنا ناخد الموضوع من شكل بشكل سطحي ومش مظبوط علشان نعرف نحل المشكله. طبعا. ما ينفعش تقولي لي في طفل بينزل مريض صحيا ليه؟ علشان مامته كانت تحت 18 سنه وبالتالي ما كانتش مكتمله، فالولد طلع مثلا معوق عنده كساح مش عارف ايه، ما اتجوزش فوق تحت ال 18 سنه. طب هناخد مكالمه من ماجد. اهلا وسهلا. الو، الو السلام عليكم. ماجد معلش اقفل التلفزيون ثانيه بس عشان نسمعك، عشان نسمعك كويس. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. احنا سامعينك يا استاذ ماجد، سمعنا من التليفون. استاذ ماجد معانا؟ حضرتك قفلت التلفزيون ولا قفلت التليفون؟ لا هي تقريبا المكالمه قطعت. احنا منتظرينك يا استاذ ماجد. المكالمه قطعت. كنا بنقول ايه؟ قبل استاذ ماجد. ايوه، كنا بنقول ان احنا في ضوابط اجتماعيه المفروض نعملها قبل ما نخش في الامانتين برضه. انا كان المفروض يبقى في ضوابط مجتمعيه. حضرتك بتتكلمي عن الطفل، هل ده متعود لهلاوس ولا لا، وهل دي شخصيته فعلا ولا لا؟ لا، ده لازم اعالج، ما هخش الامر العارض بيه. ولازم يعني اجيب اساس المشكله. يعني مثلا يوم الطفل راجح وحق الطفل فين والمشكله، ودور لي هو ليه عمل كده؟ ده عنده هيستوري زي الزفت.
قبل كده عمل مشاكل وقبل كده عور وقبل كده واهله بي 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 بيغطوا على هذه المشكلات. بس احنا مش هينفع برضه ان احنا نسيب الواقع بدون عقاب، لان اي طفل عنده حاجات، لان هنبص برضه في المقابل هنلاقي اطفال عندها البيت عندها مش سوي، عندها والده مش كويس، والدته مش كويسه، وفي مشاكل في البيت وبيطلع كويس. بس في اطفال بتحتاج ان هي تصلح نفسيا، وفي اطفال مش تستاهل العقاب. يعني في ناس بدل ما تتحط في اصلاحيه شايفينها عقاب بس، تؤهل نفسيا تتعالج نفسيا هتبقى احسن في المجتمع قدام. في ناس حسب فيها الجريمة. امل يعني أوه. مش معقول واحد يعتدي على بنت عندها 4 سنين لا أكيد وهو لا. تحت ال 18 سنه اكيد لا، وهو واعي جدا لماذا حدث. يعني انا بتكلم على الحاجات اللي تنفع تصلح، لا انا مش هضعف اصلاحيه، لا يتعاقب هو وامه. يتحط في اصلاحيه، لكن في امور بسيطه زي التعاملات. ما ده اللي انا بتكلم عليه. هو متعامل مع بنرجسيه مع حارس المرور، كان ايه السبب؟ ان هو شايف ان هو عنده القدره على السيطره والهيمنه على المجتمع بسبب المكانه الاجتماعيه اللي بيتقلدها حد من افراد الاسره، اللي هو المفروض كان والده في البدايه كان يقتلها فيه. هي هو كان يقتلها، هو ممكن ما نمهاش، هو ممكن ما نمهاش، هو بس ايه، هو قتلها. يعني ممكن ما يكونش والده، مستحيل يكون والده قال له انزل اضرب الناس في الشارع. لا طبعا، بس هو سمح له انه يسوق العربيه في هذا السن. لو هنفترض ان هو سبقها زي اطفال كتير ما بتسبق، لو هنفترض ان هو ما سمحش، هو دلوقتي انا لو انا في موضع قوه، انا عندي حاجه مش موجوده عند غيري، فانا ابني هتبقى في حاجات زياده في التربيه معايا. يعني زي مثلا ان انا لو شخصيه عامه لازم اخد بالي ان انا مثلا ما اعملش اي حاجه تتشاف قدام الناس فتتحول لعاده او تتحول لمثل اعلى. في حد غيري ممكن يعملها ما يتشافش. بالظبط، انت بتتكلم على كلمه، مفرد كلمه القدوه. القدوه، لكن هو لو حد في موضع قوه اول حاجه بيعلمها لاولاده ان انتوا ما تاخدوش من ده موضع قدوه ليا، ويجيب لهم بقى امثله من قصه سيدنا عمرو بن العاص وقصه سيدنا عمر بن الخطاب الصحيحه اللي يقتدوا بيها. لما قالوا تقتص، يعني ما سيدنا عمر بن الخطاب حد اشتكى له. اسمه ايه يا كريم؟ اسمه وعي. اسمه وعي. وعي مجتمع. طيب معانا مدام امل من القليوبيه. مساء الخير. مساء الخير استاذه امل. ايوه اتفضلي. ايوه ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا عايزه اشارك في الموضوع كويس جدا. اهلا. تمام، بس المفروض ان المجتمع بيبقى ليه دور في اللي احنا بنتكلم فيه. تمام. المفروض ان المجتمع بيوعي الناس في اهتمام. احنا عندنا نسبه اولاد الشوارع كده بقت وسيله لمكسب الفلوس وخلاص. فين دور المجتمع او فين دور الشباب بان هما يحتوي الناس؟ احنا اسهل حاجه بنقدر نعملها ان احنا بناخد الاطفال على اصلاحيه، بالنسبه لهم ده سجن. احنا كده بندمرهم اكتر ما هما متدمرين. فالمفروض ان في مجتمع انحيازي، ان هو زينا زي دول بره او دول اوروبيه. لا، احنا بناخدهم في مجتمع، نعلمهم تعليم كويس، بنصلح من نفسيتهم، مش بندخلهم من حاجه لسجن. وفي اطفال معلش بيكونوا يعني ناس خاطفينها، ناس مضطرين على كده. اهل معلش انا اسفه غلطوا فيهم ورموهم في الشارع، هم اللي بيتدمروا. هم عامل مغصوب عليه في كل حاجه، عامل يعني اتحكم عليه ان هو يعيش مش في حياته، مش في مجتمع، مش في تعليم. بالعكس، انت عندك اطفال بتبص. انا واحده من الناس، انا فاتحه محل، انا بتخش عليا عيال لو طفل داخل بينقي لعبه، انا بشوف العيل عينه على الطفل اللي بيجيب لعبه، والست بتجره من ايده بتقول له شوف خش على الست دي. فاحنا بنتكلم في مجتمع كله غلط، مجتمع كله حاكم عليهم انهم يعيشوا في حياه غلط. حضرتك شايف ان ده ممكن يتحل ازاي؟ اقتراحك ايه؟ ايه؟ حضرتك شايف ان ده ممكن يتحل ازاي؟ ده يتحل ازاي؟ معلش انا ما اخدهمش ارميهم في اصلاحيه، ما اخدهمش ارميهم في سجن. لا، دولت المفروض ان هم يبقى ليهم بيوت، ليهم مدارس، ليهم حياه كريمه. انت بتتكلم في مليون ولا 2 مليون طفل معمول، وفي ناس واخداها وسيله. اي واحده دلوقتي بتاخد ابنها بتلف بيه في الشارع، خساره فيها. الست اللي بتبقى غلطت ورمت ابنها في الشارع، من واحده ممكن بتلاقي شحاته، مع احتراما ليكم انا ما بعرفش اتكلم كويس، فواحده شحاته تبقى واخده طفل، انا مستغصراه بيشحت، انا كأم مستغصره الطفل ده بيشحت. ده ليه دور؟ ده ليه حياه كريمه؟ احنا في الدوله نفسها في ايه؟ فين حقوق الطفل اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ حقوق الطفل فين؟ مفيش حقوق طفل.
تمام يا امل، فكرتك وصلت، بس عشان نلحق نرد عليكي قبل ما الحلقه تخلص. فكرتك وصلت. اولا بس يا مدام امل احب ارد على حضرتك ان الاطفال اللقطاء او الاطفال اللي هم يعني بيتم وضعهم في الاحداث هم مش بيكونوا بمعزل عن المجتمع، بل بالعكس احنا عندنا في المدارس الحكوميه دمج تعليم. انت عندك الولد بيكون عايش في الاصلاحيه او عايش في دار الايتام او اللي هو لقيط، وبيروح المدرسه بيمارس عمله كطالب، بيعفى من وبيبقى معروف، بس معروف لاداره المدرسه ومش لاصحابه، وبيتم التعامل معاه. الحاجه الثانيه ان احنا لازم نعرف كويس جدا ان الدوله بتقوم بكم تدريبي سلوكي لهؤلاء الاطفال داخل التجمعات اللي موجودين فيها، سواء دار للايتام او دار اخيرا. الموضوع فعلا متشعب. احنا الحلقه خلصت، فرحبنا حضرتك جدا وتشرفنا بيكي، ان شاء الله لنا حلقه ثانيه عشان نتكلم في موضوع احنا بس علشان كان الرد على امل، يعني عشان ما تفتكرش لا ده موجود فعلا كبير قوي، هناخده في حلقه ثانيه ان شاء الله باذن الله. ودي كانت اخر حلقتنا النهارده، برنامج انا وضحى، استنونا كل يوم اثنين الساعه 3 العصر على قناه الصحه وجمال.